هي الثانية خلال العام الجاري. وزير الخارجية العماني يزور دمشق ويلتقي الأسد. ليس لدينا مشكلة مع الأكراد في سوريا أو العراق، لكن سنواصل محاربة الإرهاب. تصريحات جديدة للرئيس التركي على خلفية انفجار اسطنبول. جولة جديدة من ما تبقى، حياكم الله. استقبل رئيس نظام بشار الأسد وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي في العاصمة دمشق. هذه الزيارة هي الثانية لوزير الخارجية العماني إلى سوريا خلال العام الجاري. عمان، سلطنة عمان لم تقطع علاقتها مع النظام السوري، النظام العماني لم يقطع علاقته مع النظام السوري بعد انطلاق الثورة السورية. بقيت السفارة العمانية موجودة في دمشق. يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني زار بشار الأسد في 2015. هي خفضت التمثيل الدبلوماسي في 2012 فقط تخفيضا، أما السفارة بقيت مفتوحة وخفضته مسايرة للجو وقتها، يعني للمزاج العام للسعودية تحديدا. السعودية كانت رأس حربة عربيا على الأقل في محاولة عزل النظام السوري وإسقاطه. فعلا كانت السعودية جادة في هذا الأمر قبل أن تتغير الموازين في السعودية، قبل أن يتغير على الأقل بندر بن سلطان. العمانيون، عمان أول دولة أعادت سفيرها، كذلك أول دولة عربية على الإطلاق في 2020 قبل الإمارات العربية المتحدة العظمى، يعني سبقتها للإمارات. وهل يعقل أن تسبق الإمارات في مضمار؟ سبقتها عمان للإمارات. وفي هذا فليتنافس المتنافسون، تتنافس الأنظمة العربية في هذا الأمر. هذه ثاني زيارة لمعالي الوزير بشار الأسد. تحادث هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد. طبعا اليوم علقوا صفحة الرئاسة الجمهورية وكالة سانا كذلك نفس التعليق في الزيارة الماضية لوزير الخارجية. البلدان بحث تلقى رسالة، قال لك الرئيس بشار الأسد، من شقيقه سلطان عمان، بحث الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية، وأكد العمانيون على محورية سوريا، وسوريا أكدت على محورية عمان، وهكذا من هذه الصياغات المكرورة منذ 50 أو 60 سنة. هذه الصياغات ما زالت تعاد. لكن لا شك النظام العماني هو كنز استراتيجي للنظام السوري، ليس صديقا عاديا، صديق فوق العادة، شقيق. هو يعني كثر يقولون النظام العماني تقريبا بمنزلة النظام الإيراني. عمان منذ 2012 و2013 تريد إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية وطي صفحة الثورة السورية. قادت عملية دبلوماسية شاقة شاقة، هذا يوسف بن علوي، عارقة كثيرا. جهده مشكور، هذا وزير خارجية العماني السابق، من أجل إعادة الأسد إلى الجامعة العربية. والسوريون، جماعة النظام السوري، قالوا غير مرة، قالوا أن العمانيين استراتيجيون بالنسبة لنا.
دورهم أقوى من الدور الإماراتي، أقوى الدور العماني أقوى من الدور الإماراتي فيما يتعلق بإعادة بشار الأسد إلى إعادة تأهيله وإعادة تعويمه عربيا وإقليميا ودوليا. وهناك مجلس أعمال سوري عماني، لكن يعني ليس الموضوع اقتصاديا، وعمان أصلا ليس عينها على الكعكة السورية اقتصاديا، ليست كالإمارات بالتأكيد. وما عرف عن العمانيين هذه مسألة الشركات والاستثمار كالإماراتيين. العمانيون يبدو الموضوع عندهم يعني عقيدة، ربما لا أعلم، دينا للإيرانيين. العلاقات بين العمانيين والإيرانيين علاقات وطيدة جدا جدا. عمان هي استضافة المحادثات السرية بين إيران وأمريكا في 2012 تمهيدا، ثم 2013 تمهيدا للتوقيع الاتفاق النووي. في 2015 العمانيون خنجر في ظهر السعوديين دوما. قيمة عمان شكرتها واشنطن وشكرتها طهران بعد توقيع الاتفاق في 2015. العمانيون دوما ميالون للإيرانيين، ويبدو علاقتهم مع بشار الأسد هي في ظلال علاقتهم مع الإيرانيين. ولماذا هذه العلاقة الوطيدة بين عمان وإيران يعني غير معروف؟ هناك سبب واضح يعني في التاريخ. الشاه رضا بهلوي أنقذ السلطان قابوس، أنقذ رأس السلطان قابوس أيام حد في 1975 أو في 1965. هي انطلقت ثورة في ظفار جنوبي عمان، كان هناك وقتها ثورة شيوعية من أهل عمان اسمها تنظيميا تحت اسم الجبهة الشعبية لتحرير عمان وعموم الخليج العربي. كانت هذه الجبهة تهدف إلى ضم الإمارات وكل دول الخليج العربي إلى عمان وإنشاء دولة اشتراكية على الطريقة السوفيتية. القوم ماركسيون شيوعيون كانوا في ظفار وحققوا إنجازات عسكرية قوية. انطلقت ثورتهم في 1965. أبو السلطان قابوس جلالة السلطان سعيد بن تيمور، هذا انقلب عليه ابنه قابوس في 1970 بدعم بريطاني، وبريطانيا كانت تقود كل شيء طبعا. وقتها الإيرانيون في 1972 احتدم الموقف، وتمدد الشيوعيون بشكل كادوا يهددون رأس السلطان قابوس. وقتها الشاه رضا بهلوي أرسل آلاف الجنود الإيرانيين والمعدات العسكرية لإنقاذ رأس السلطان قابوس. لولا المدد الإيراني لسقط حكم هذه العائلة منذ سبعينيات القرن الماضي. أرسلوا لهم الجند والعدة والعتاد. يبدو أن السلطان قابوس يعني بقي يحمل هذا الجميل للدولة الإيرانية، وممتن الرجل جدا للإيرانيين. بعد سقوط الشاه، عندما أتت الخمينية لإيران، بقيت العلاقات كذلك بين السلطان قابوس ونظام الملالي في إيران. الدولة العمانية أو النظام العماني يشعر بوافر الجميل، وافر الامتنان تجاه حكم الملالي. أنقذوا رأسه، ومظفر النواب له شعر في هذا الموضوع. مظفر النواب أيام كان شيوعيا ماركسيا ويرفع شعار الشيوعية والماركسية والليبرالي واليسار العربي، يقول في إحدى قصائده، يقول: وقابوس هذا وطني جدا. قابوس بن سعيد يقول: ماذا يدعى إرسال الجيش الإيراني إلى قابوس؟ وقابوس هذا وطني جدا، لا تربطه رابطة ببريطانيا العظمى غير أن المذكور على خلاف أبيه ولد من المهد ديمقراطيا. قصيدة لاذعة مظفر النواب، يعني جلده لقابوس بن سعيد. هو فعلا ماذا يدعى إرسال الجيش الإيراني إلى قابوس؟ قال لك: وقابوس هذا وطني جدا. قابوس هذا انقلب على أبيه، على أبيه بدعم من الجيش البريطاني، جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. وأتى هذا السلطان، هذا هيثم بن طارق، هذا أتى على نهج جلالة السلطان قابوس وبدر بن حمد البوسعيدي على نهج يوسف بن علوي، والقوم مطبعون مع الإيرانيين ومطبعون مع الإسرائيليين ومع الأمريكان، التطبيع مع كل الجهات.
والقول أن عمان تريد أن تكون سويسرا الشرق، يعني حيادية، هي لا يعرف عنها مواقف واضحة ضد فلان أو ضد علان. لكن هذا القول غير صحيح، هي ليست سويسرا الشرق، هي متحالفة، هي متحالفة مع الإيرانيين، متحالفة مع الإسرائيليين، متحالفة مع الأمريكان، هي متحالفة مع كل أعداء هذا العالم العربي والإسلامي. هذه النظام العماني، حتى مفتيهم الشيخ أحمد الخليلي، والشيخ أحمد الخليلي عرف عنه مواقف قوية يعني مؤخرا، والرجل يعني كان من العلماء الذين جهروا بالقول في قضايا الأمة، ما عرف بقضايا الأمة. لكن الشيخ أحمد الخليلي لا يعرف له موقف ضد كل ما فعلته إيران في هذا العالم العربي الواسع، لا يعرف له موقف. فالبعض يعني عندما يسميه العالم العامل يبدو هذه تحتاج إلى مراجعة. على الأقل أنا لم أسمع لفضيلة الشيخ أحمد الخليلي موقفا ضد ما فعلته إيران في عموم، ليس فقط في سوريا، في عموم هذا العالم العربي المنتهك. الرجل صامت، يريدون أن يجعلوه رئيس الاتحاد العالمي الآن لعلماء المسلمين، والرجل صامت على هذا الموقف. الإباضيون موجودون في عمان، أكثر من 50، أكثر من 70% من الشعب على ما أعتقد إباضي، على المذهب الإباضي. والإباضيون ليسوا شيعة يعني، وليسوا خوارج، أتباع عبد الله بن إباض التميمي، هذا مذهب نشأ في البصرة. لكن الإباضيون يرفضون حكم بني أمية، وهم جاهروا بذلك. يعني عبد الله بن إباض هو عاد عبد الملك بن مروان علنا، ومن قبله جابر بن زيد مؤسس المذهب الإباضي، عاد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن معاوية، ثم أتى عبد الله بن إباض هو الذي جهر بالدعوة الإباضية، عاد معاوية، ومن ثم عاد عبد الملك بن مروان، وهم انتقلوا أصلا من البصرة من جنوب العراق باتجاه عمان واستقروا هناك. يوجد إباضيون في غير عمان، لكن البعض يقول أن هذا العداء المشترك لبني أمية، هم ضد حكم بني أمية، ورؤيتهم للتاريخ الإسلامي في مسألة الحكم تقترب نفس رؤية أو الرؤية التي تدعيها الشيعة الاثني عشرية، يشتبهون في هذه الرؤية فقط، ليس أكثر من ذلك. لكن البعض يقول ربما هذا التشابه له دور في مدى صميمية العلاقة بين نظام الحكم في عمان والدولة الإيرانية. الموضوع أكبر من امتنان الدولة العمانية للشاه بهلوي بأنه أنقذ رأس السلطان قابوس. ثم هناك ربما يكون سبب آخر للعداء، البعض يشير له، هو كراهية السعودية، كراهية نجد والحجاز. هذا المواقف العمانية على مدار السنوات، كثيرة هي المواقف العمانية التي كانت تطعن بظهر السعودية، وكانت قريبة مواقف العمانيين من المواقف الإيرانية. الآن العمانيون يقولون والله هذه سياسة، ونحن نريد التزام الهدوء على ضفتي مضيق هرمز، ونحن لا نعادي أحد، وهكذا يقولون. لكن على أرض الواقع تصرفات الدولة العمانية غير ذلك. الآن ما الذي سوف يكسبونه من بشار الأسد؟ اقتصاديا لا يوجد مكاسب، لا يوجد، بالتأكيد لا يوجد مكاسب. سياسيا لا يوجد مكاسب، يعني ما الذي سوف يقدمه بشار الأسد للدولة العمانية؟ إلا أن الأمر وما فيه هو مزيد من توطيد العلاقات بين الدولة العمانية والدولة الإيرانية وحكم الملالي. هذا النظام العماني يقدم مزيداً من الهدايا لحكم الملالي، وبشار الأسد مستفيد. هذا بشار الأسد رزق بأصدقاء الحقيقة أكثر من أشقاء، لم تلدهم أمه لبشار الأسد. حظ هذا الرجل يعني بألف مما تعدون. روسيا ذات يوم ثمنت موقف عمان. أصلاً سيرغي لافروف عندما موسكو قالت أن جنيف ليست محايدة بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، اقترح سيرغي لافروف أن تكون مسقط، العاصمة العمانية، هي أحد العواصم التي تستضيف اجتماعات اللجنة الدستورية. موقف الدولة العمانية ثمنه الروس، وثمنه الإيرانيون، وثمنه بشار الأسد، وكثير من أركان حكم بشار الأسد ثمنوا الدور العماني، كنز استراتيجي أهم من الدور الإماراتي. طبعا بشار الأسد يعني يصرح للصحافة العمانية ويتفلسف حول رؤية العمانيين والهوية العربية لدى العمانيين، وينظر على العمانيين. له مقابلة مع صحيفة عمانية، الحقيقة لم أستطع أن أكملها،
لأنها من مسببات الغثيان من كثر يعني من كثر تفلسفه في هذا اللقاء الصحفي. على اللافت أيضا في مسألة عمان، كثيرون هم الشخصيات العمانية ليست الذباب، من لحم ودم، شخصيات أعيان عمانيون معروفون يتغزلون ببشار الأسد يعني، ومنهم من يسمي نفسه شاعرا أديبا. يعني لا أعتقد أن شاعرا يمدح بشار الأسد في هذا الزمان، يتورط بمدح بشار الأسد بغض النظر يعني بغض النظر عن أخلاقية الموقف، ويعني وشعراء يتبعهم الغاوون إذا رد أحدهم بهذا الرد، طيب جيد، لكن من باب الحصافة ومن باب الذكاء كيف لشاعر أن يتورط بمدح بشار الأسد؟ حرق نفسه، لا يمكن. في عمان هذا الأمر موجود وغريب، يعني أدباء كتاب شعراء بين قوسين يتغزلون ببشار الأسد، لماذا؟ ربما الموضوع طائفي، ربما يعني ما السبب؟ هذه ما فعل يعني في الإمارات نفسها أعيان الحكم الإماراتي المحسوبين على الدولة الإماراتية ما فعلوا فعل هؤلاء المحسوبين على النظام العماني، لماذا يعني؟ غير مفهوم هذا الأمر. ولن تجد في دولة عربية سواء في الأردن مثلا، هناك شبيحة لبشار الأسد، كتاب ومثقفون لكن أقل صوتا من العمانيين، العمانيون صوتهم دوما عالٍ في مسألة حب الأسد. يعني ما السبب؟ البعض يشير إلى قصة قد تكون مهمة في هذا الإطار، هي مسألة أنه بعض المذاهب تنحرف وتميل وتحدث فيها كمثلا الزيدية، أصبحوا 12، هؤلاء الزيديون في اليمن الحوثيون أنفسهم أو أتباع الحوثيين من الزيدية ما كان هكذا موقفهم، ثم انحرفوا ثم اقتربوا من الاثني عشرية. لذلك لا يعلم ما الذي يجري في عمان على وجه الدقة، وهذا الحب والحب العظيم الذي يبديه بعض أقطاب الحكم العماني لبشار الأسد. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ليس لديها أي مشكلة مع الأكراد في شمال العراق أو سوريا، مثلما لا توجد لدينا أي مشكلة مع المواطنين الكرد في تركيا. أضاف الرئيس التركي بخصوص الهجوم الذي وقع في شارع الاستقلال إن من يدعم التنظيم الإرهابي بحجة محاربة داعش هم أيضا شركاء في كل قطرة دم تراق. يكرر الرئيس التركي ما قاله بالأمس مسؤول تركي أيضا لوكالة رويترز أن تركيا سوف تقضي على الإرهاب في شمال سوريا. هذا الكلام يتكرر، لكن إلى أي مستوى وإلى أي سقف
يصل الرد التركي هذه تحتمل أكثر من وجه، ويعني حمالة أوجه. موقف واشنطن ما زال يبدو ضد هذه العملية. الأتراك يصعدون ضد الأمريكان في مسألة نحن لا نقبل التعزية، بالأمس قالها وزير الداخلية، اليوم كذلك الرئيس التركي قال أن يعني ألمح إلى المسؤولية الأمريكية عن هذه العملية، أن هؤلاء شركاء مع قسد، يدعمون قسد، بالتالي هم شركاء في هذا الدم الذي سال في شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول. تصعيد يصعد الأتراك، يعني مسألة أن يذهب الترك أكثر باتجاه الروس ويحدثون أمرا عسكريا قويا على الحدود وارد، لكنه ضعيف، خاصة أن الانتخابات قادمة. على الغالب كما يقول كثر، الأرجح في مسألة الرد التركي هي العمليات الجراحية لكن المؤلمة والمؤذية. والروس سابقا تعاون، حتى قيل أن النظام تعاون في مسألة إعطاء إحداثيات للطيران المسير التركي. الطيران المسير التركي مؤخرا نجح فعلا في اقتناص كثير من قيادات الصف الأول في البيكيكي أو في قسد. نجاح الاستخبارات التركية يعني قد يكون مدعوما أو وصلت معلومات، ما هكذا قيل، يعني عن طريق روسيا أو عن طريق النظام، ربما مزيد من الاستثمار في هذا الأمر وضربات عقابية تأديبية مؤلمة لقسد. لكن أن يتطور الموضوع إلى عملية عسكرية، يعني هي سوريا أم المفاجآت، لكن في غالب الظن كثر يقولون يعني لن تصل إلى مستوى العملية الواضحة الصريحة. كشف تحقيق استقصائي أبرز القناصل الفخريين السوريين الذين تورطوا في قضايا وشبهات فساد في عدة دول. التحقيق حمل عنوان دبلوماسيو الظل، أنجز بمشاركة نحو 160 صحفيا من 60 مؤسسة، حيث نشر التحقيق أسماء الدبلوماسيين السوريين المتورطين باستغلال مناصبهم لدعم النظام، ومن بينهم نيلي كنعو القنصل الفخري السابق لسوريا في كندا، ووسيم الرملي وهو رجل أعمال سوري كندي مؤيد للنظام السوري وينكر حقيقة استخدام الأسلحة الكيماوية، كذلك عبد الرحمن عطار صاحب نحاس القنصل الفخري للمكسيك وكازاخستان في سوريا، عراب السياحة الدينية الشيعية إلى سوريا. محظوظ بشار الأسد، محظوظ بقناصله ودبلوماسيه ومساعديه وأصدقائه وأشقائه، محظوظ بكوكب الأرض، هكذا ربما يقول البعض. يعني هذه الفضيحة، ما الذي سوف تفيده، ما الذي سوف تضيفه؟ لا شيء، لا شيء. الرجل مفضوح على كل المستويات،
الأمم المتحدة نفسها، الأمم المتحدة اختارته، قال لك نائب رئيس مجلس رعاية الطفولة لبشار الأسد. يعني الحقيقة هذا كوكب الأرض، البعض يقول يجب أن يتفسخ ومن ثم يعاد بناؤه مرة أخرى. تها ما تبقى، غدا بإذن الله 9 مساء توقيت دمشق، ما تبقى جديد في أمان الله.